في عناوين النشرة، خارجية روسيا تعلن أن صور مجزرة الكيميائي مفبركة، ومجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل التصويت على الضربة. هل من المجلس الإسلامي الشيعي نريد أن نستنفد الجهود الدبلوماسية؟ مليون ونصف مليون دولار فدية سوري خطف من دعنيل. أهلا بكم. بقيت التطورات السورية محور أحداث المنطقة من موسكو إلى واشنطن وصولا إلى أنقرة. في الحدث السوري ملامح موافقات على الطرح الروسي، شكلا الأمريكي الروسي مضمونا بحسب موسكو. وحدها أنقرة ومعها الائتلاف السوري المعارض رفضا عرض التبريد الروسي لحرارة الملف السوري. على المقلب الداخلي، انشغلت السياسة اللبنانية بتقديم واجب العزاء للنائب وليد جملاط بوفاة والدته، وما بين كليمونسو والمختارة طريق باتت معبدة بالساسة لمواساة البيك في مصابه. وفي الداخل اللبناني أيضا، أصدر وزير الدفاع فايز غصن قرارا منذ قليل أجل بموجبه تسريح مدير الاستخبارات العميد إدمون فاضل إلى آذار 2014. البداية من الملف السوري، حيث أعلنت دمشق موافقتها رسميا على المبادرة الروسية القاضية بوضع أسلحتها الكيميائية تحت الرقابة الدولية. هذا فيما تصدر العرض الروسي بورصة المواقف الدولية وسط ترحيب دولي ومعارضة الائتلاف الوطني السوري المعارض. تزامنا مع العرض الروسي في شأن وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت مراقبة دولية، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية السناتور الأمريكي هاري ريد تأجيل التصويت على مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا، لافتا إلى أنه اتخذ قراره بعد استشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. تم إرجاء عملية التصويت الأولى التي كانت مقررة الأربعاء المقبل في مجلس الشيوخ، وذلك إثر الاقتراح الروسي حول وضع رقابة دولية على الترسانة الكيميائية السورية. في سلسلة مقابلات تلفزيونية، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه غير واثق من دعم الكونغرس له في الملف السوري، مؤكدا أنه لم يقرر استخدام القوة في سوريا إذا رفض الكونغرس الخطة. أوباما أشار إلى تخوفه من هجمات ضد السفارات الأمريكية قد تشنها إيران وحزب الله في حال تم الهجوم على سوريا، كاشفا أنه ناقش حلا دبلوماسيا محتملا للأزمة السورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع بينهما أثناء قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي. إن المقترح الذي قدمته روسيا للعمل مع دمشق لوضع أسلحتها الكيميائية تحت سيطرة دولية ينطوي على احتمالات إيجابية، لكن ينبغي التعامل معه بشك. الصين بدورها أعلنت ترحيبها بالعرض الروسي ودعمها له، على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، داعيا الأسرة الدولية أن تدرسه بشكل إيجابي. الخارجية الروسية كشفت في موقف لافت أن الخبراء الدوليين عرضوا أدلة مقنعة بأن صور ومواد الفيديو عن الهجوم الكيميائي في ريف دمشق كانت مفبركة. إن مبادرة وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت مراقبة دولية ليست روسية بالكامل، بل جاءت بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى المختارة التي لفت بالرايات حزنا على وفاة السيدة مي إرسلان جنبلاط. هيفا زعيتر واكبت العائلة من كليمونسو والتعازي إلى الجامعة الأمريكية في الطريق إلى المختارة. إليك هيفا. نعم رائد، في هذه الأثناء وصل جثمان السيدة مي إرسلان والدة النائب وليد جنبلاط إلى دارته في المختارة، وكان جثمان قد نقل من المستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت حيث وافتها ألمانية ليلة أمس رائد، وكذلك كان هناك استقبالات للمعزين في دارة النائب جنبلاط في كليمونسو. إذن في هذه الأثناء وصل الجثمان، حيث يفترض أن يوارى الثرى
يوم غد عند الساعة 12 ظهرا على أن تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في المختارة ويومي السبت والأحد في كليمونسو. وكان قد أما دارت النائب جملات في كليمونسو دبلوماسيين وسياسيين تقدموا بواجب العزاء، ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تمام سلام، إضافة إلى السفير البريطاني توم فليتشر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي والعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية التي أمت كليمونسو. أود الإشارة رائد إلى أنه على طول الطريق من بيروت إلى المختارة كان هناك العديد من المعزين ومن أهالي المنطقة يقفون على جوانب الطريق لاستقبال جثمان السيدة مي إرسلان. وأود الإشارة أيضا إلى أنها السيدة إرسلان هي ابنة الأمير شكيب إرسلان. وكان لافتا حضور النائب طلال إرسلان الذي تربطه صلة قرابة بالنائب وليد جنبلاط أيضا لتقبل واجب العزاء. نعم رائد. نعم إذن هيفا فعلا نحن نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من المختارة حيث ذكرت وصول الجثمان. وكما أيضا ذكرت أن الدفن نعم تفضل. نعم سننتظر رائد، يعني اليوم أيضا طيلة النهار سيكون هناك تقبل للتعازي على أن يتم الدفن غدا. أود الإشارة إلى أن زوجة النائب وليد جملات السابقة وأم أولاده كانت حاضرة في العزاء إلى جانب زوجته نورة جملات في غياب نجله تيمور الذي كان غائبا بداعي السفر، لم يكن حاضرا. وكان هناك العديد طبعا بطبيعة الحال كان هناك نواب كتلة جبهة النضال الديمقراطي الذين يتقبلون العزاء أيضا. نعم سنبقى معكم رائد في المختارة في حال ورد المزيد من التفاصيل لمتابعة الذين يؤمون المختارة لتقديم واجب العزاء. نعم رائد. نعم إذن الدفن غدا في تمام 12 في المختارة ويومي نعم. الخميس والجمعة هيفا تأكيد المعلومات تقبل التعازي في المختارة وبعدها في بيروت في كليمونسو يومي السبت والأحد. نعم. في دارتي في كليمونسو في بيروت. رائد أنت هيفا وكبت مرور الجثمان في طريقه إلى المختارة في الجبل، ما هي المحطات التي توقف عندها؟ كان يعني انطلق الموكب من كليمونسو ومرورا بجامعة بيروت الأمريكية انطلاقا إلى المختارة. يعني لم يكن هناك توقف لوقت طويل على الطريق، ولكن كان هناك مستقبلين الذين أرادوا يعني تحية السيدة مي إرسلان لما كان لها من بصمات في التاريخ الدرزي وآل جنبلاط. يعني تحديدا نحن نعرف مدى تأثيرها وقربها من النائب وليد جنبلاط وتأثيرها في علاقاته وحتى في نشاطاته السياسية، مع أنها كانت يعني تفضل البقاء في الظل وعدم الظهور على الإعلام، ولذلك ولكن لديها من محبين وأيضا من حزنوا لغيابها، من كانوا يستقبلونها في المناطق المجاورة على الطريق إلى المختارة. توقف الجثمان عند المدرسة على مدخل المختارة وتم الصعود سيرا على الأقدام من المدرسة وصولا إلى الدار، حيث يصل يعني الجثمان في هذه الأثناء بين لحظة وأخرى. هو وصل ولكن لم يصل إلى داخل المنزل، ويصل يعني بين دقيقة وأخرى. نعم رائد. نعم إذن مشاهدينا نحن وزميلة هيفا زعيتر ننقل مباشرة هذه الصور من المختارة دارت النائب وليد جبلات حيث يتم استقبال جثمان الراحلة مي إرسلان جبلات. الدفن غدا في المختارة تمام 12
أود التذكير رائد بأن السيدة مي رسلان توفيت عن عمر 85 عاما في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ليلة أمس، يعني هي من مواليد عام 1928. هيفا؟ نعم رائد. هل لاحظت أي إجراءات أمنية معينة اتخذت لمواكبة هذا الحدث؟ يعني رائد بطبيعة الحال الإجراءات الأمنية كانت مشددة في منزل النائب جنبلاط في كليمونسو وصولا إلى المختارة، كان هناك عمليات تفتيش ولكن يعني لم تكن خارج عن المألوف، نظرا لأن عمليات التفتيش معتادة تحديدا يعني في مثل هذه الظروف نتيجة حضور العديد من السياسيين والشخصيات الرسمية ونتيجة موقع النائب وليد جنبلاط. أيضا كانت الإجراءات يعني كما المعتاد مع بعض الإجراءات الإضافية التي كانت مع الموكب، يعني من سيارات إضافية وغيرها، ولكن لم يكن هناك إجراءات أمنية غير معتادة. فالموضوع يعني بما أنه عزاء يعني وحالة وفاة لم يكن هناك الكثير من الإجراءات الأمنية المشددة، ولكن كانت هناك إجراءات كالمعتاد يعني نتيجة وجود مواكبة العديد من الشخصيات وتوقع وصول العديد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية. هل سيبقى الجثمان الليلة في المختارة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه؟ نعم سيبقى هنا في المختارة حتى يوم غد عند الساعة 12 ظهرا، حيث يفترض أن تقام مراسم العزاء، سيبقى هنا في منزل النائب وليد جنبلاط. نعم. نتابع مشاهدينا إحدى السيدات ترفي الراحلة. النائب وليد جنبلاط إلى جانبه الأمير النائب طلال أرسلان في دارة المختارة لتقبل التعازي برحيل والدته السيدة مي.
السيدة مي إرسلان جملات الراحلة هي زوجة المعلم الشهيد كمال جملات وابنة الراحل الكبير شكيب إرسلان من مواليد العام 1928 تزوجت من كمال جملات عام 48 وكما ذكرنا فإن مراسم الدفن تقام غدا عند 12 في قصر المختارة على أن تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في المختارة السبت والأحد من 10 حتى 5 بعد الظهر في كليمونسو بيروت. بعد أن وصل الجثمان إلى المختارة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه ووداعه النائب وليد جملات إلى جانبه الأمير طلال إرسلان يتقبلون التعازي وكنا تابعنا أيضا السيدة نورة جملات عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. الزميلة هيفا زعيتر تواكب هذا الحدث من المختارة وكما ذكرت قبل قليل عن أن نجل وليد جملات تيمور ليس حاضرا بحجة أو بداعي السفر. شهيب ونائب مروان حمادي والعديد من النواب والشخصيات السياسية جبهة النضال ونكتفي مشاهدين بهذا القدر من النقل المباشر من المختارة ونعود في حال ورود أي جديد مع زميلة هيفا زعيتر. نعود إلى التطورات السورية حيث أعلنت دمشق موافقتها رسميا على المبادرة الروسية القاضية بوضع أسلحتها الكيميائية تحت الرقابة الدولية، هذا فيما تصدر العرض الروسي بورصة المواقف الدولية وسط ترحيب دولي ومعارضة الائتلاف الوطني السوري المعارض.
تزامنا مع العرض الروسي في شأن وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت مراقبة دولية، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية السناتور الأمريكي هاري ريد تأجيل التصويت على مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا، لافتا إلى أنه اتخذ قراره بعد استشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. تم إرجاء عملية التصويت الأولى التي كانت مقررة الأربعاء المقبل في مجلس الشيوخ، وذلك إثر الاقتراح الروسي حول وضع رقابة دولية على الترسانة الكيميائية السورية. في سلسلة مقابلات تلفزيونية قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه غير واثق من دعم الكونغرس له في الملف السوري، مؤكدا أنه لم يقرر استخدام القوة في سوريا إذا رفض الكونغرس الخطة. أوباما أشار إلى تخوفه من هجمات ضد السفارات الأمريكية قد تشنها إيران وحزب الله في حال تم الهجوم على سوريا، كاشفا أنه ناقش حلا دبلوماسيا محتملا للأزمة السورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع بينهما أثناء قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي. إن المقترح الذي قدمته روسيا للعمل مع دمشق لوضع أسلحتها الكيميائية تحت سيطرة دولية ينطوي على احتمالات إيجابية، لكن ينبغي التعامل معه بشك. الصين بدورها أعلنت ترحيبها بالعرض الروسي ودعمها له، على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي داعيا الأسرة الدولية أن تدرسه بشكل إيجابي. الخارجية الروسية كشفت في موقف لافت أن الخبراء الدوليين عرضوا أدلة مقنعة بأن صور ومواد الفيديو عن الهجوم الكيميائي في ريف دمشق كانت مفبركة. إن مبادرة وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت مراقبة دولية ليست روسية بالكامل، بل جاءت بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إن موسكو تعمل مع سوريا على إعداد خطة لتنفيذها. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن أن بلاده ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب سوريا بالكشف عن أسلحتها الكيميائية. إن مشروع القرار سيهدد بعواقب وخيمة للغاية على النظام إذا انتهكت سوريا شروط الأسلحة الكيميائية، والخيارات كافة لا تزال مطروحة بالنسبة إلى الوضع السوري. وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أشار إلى أن عدم توجيه ضربة عسكرية لسوريا يعني منح النظام السوري ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من المجازر، لافتا في الوقت عينه إلى أن تركيا لديها شك بأن الهجوم الكيميائي نفذه النظام، وذلك بعد تحليل عميق للمعلومات الاستخبارية التي جمعتها تركيا أخيرا. وفي وقت نددت المعارضة السورية بالعرض الروسي مطالبة برد على النظام، أفادت معلومات عن توافد مسلحين من جند الشام إلى أطراف قرية الناصرة المسيحية بريف حمص، حيث دارت اشتباكات بينهم وبين شباب الدفاع الوطني التابعين للنظام. السفير الأمريكي الجديد ديفيد هيل يشدد على سياسة النأي بالنفس ويؤكد دعم بلاده للجيش اللبناني وحرصها على أن يبقى لبنان بعيدا عن تأثيرات ما يجري في سوريا. في إطار جولته التعارفية على القيادات اللبنانية والمرجعيات الروحية، زار السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. وخلال اللقاء أكد الدبلوماسي الأمريكي أن حكومة بلاده تريد الحوار مع كل مكونات المجتمع اللبناني وتقدر العلاقة معها، معربا عن الاحترام لهذا التنوع الديني في لبنان ومشيرا إلى أنه ميزة أساسية. ونقلت بعض المواقع الإلكترونية أن هيل تبادل الأفكار مع الشيخ قبلان حول الأحداث الإقليمية وأهمية الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه سوريا، كما أكد أن الولايات المتحدة تريد أن تستنفذ كل الجهود الدبلوماسية التي يمكنها أن تؤدي لتفادي أي ضربة عسكرية على سوريا. كما أشارت هذه المواقع إلى أن النقاش تناول أيضا ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، وأعرب عن أن بلاده تدين الخطف وترحب بأي جهد لتحريرهم. الاستقرار اللبناني يرتكز على هذا التنوع الديني، وهناك إصرار بين هذه المجتمعات المختلفة على الاحترام والتعاون والتعايش، وهذه من القيم المهمة للشعب الأمريكي، ونعتقد أنها مفتاح الاستقرار لهذا البلد. ومن ثم انتقل إلى وزارة المال، حيث التقى الوزير محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع المالية والاقتصادية والدعم الذي تحتاجه الحكومة لمواجهة الأوضاع الراهنة، لا سيما قضية اللاجئين. من جهته جدد هيل خلال اللقاء دعم بلاده للمؤسسات اللبنانية وفي طليعتها الجيش اللبناني وحرصها على يبقى لبنان بعيدا عن تأثيرات ما يجري في سوريا.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اتصل بالنائب وليد جملات معزيا بوفاة والدته، وفي نشاط مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية. أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ثقته بتأليف حكومة جامعة لمواكبة الظروف الدخلية والخارجية، مكررا الدعوة إلى التزام إعلان بعبدة، ومشددا على أهمية وحدة الصف والعناية بوضعنا الداخلي لتمرير هذه المرحلة. وخلال استقباله في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، وفد رابطة متخرجي كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية برئاسة عمرو مشموشي، أكد سليمان أنه لمس أجواء دولية إيجابية لتحييد لبنان في حال تعرضت المنطقة لتطورات، متمنيا أن يبنى على العرض الروسي لتسوية الموضوع في سوريا. ولفت إلى الثوابت اللبنانية في هذا الشأن والقاضية بإيجاد حل سلمي للنزاع فيها. ورد الرئيس سليمان على أسئلة المتخرجين التي تناولت أوضاع وتطورات الساعة على الساحتين الداخلية والإقليمية. واستقبل الرئيس سليمان وفد مؤسسة العرفان برئاسة الشيخ علي زين الدين الذي أطلعه على النشاط الذي تقوم به المؤسسة، وعرض مع رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض التطورات الراهنة سياسيا وحكوميا والظروف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وزار قصر بيت الدين وفد المركز الوطني للمعلومات والدراسات وجمعية الإنماء الاقتصادي في بعقلين الذي أطلعه على المعلومات والدراسات التي يوثقها وعلى العمل الإنمائي في منطقة بعقلين. بعد الإعلان، سوريا لم تخرج أي خيار من الحساب. أهلا بكم جديد. نقيبا الصحافة والمحررين يبلغان الرئيس نجيب ميقاتي استنكارهما التهجم عليه. استنكارات بالجملة نقلها نقيبا الصحافة محمد البعلبكي والمحررين اللي يسعون إلى رئيس حكومة تصنيف الأعمال نجيب ميقاتي، معبرين عن استنكارهما للتهجم على الرئيس ميقاتي من قبل إحدى الصحف. طلب مني دولته، دولة الرئيس ميقاتي، إجراء اللازم نقابيا ومهنيا واحترافيا للإقرار وتأكيد الخروج عن الأعراف والتقاليد والثوابت المهنية والصحفية، وبالتالي أبلغني دولة الرئيس أن الملاحقة القانونية ستتم وفقا للأصول وعبر القضاء اللبناني. على أمل أن نطوي هذه الصفحة، وكما قابلت دولته سأقابل زميلي العزيز للبحث معه وإنهاء هذا الموضوع حبيا، على أن أترك القضايا القضائية إلى دولته حسب ما يرتأي، رغم أنه نحن نفضل ننهيها حبيا، لكن ترجع الكلمة لدولة الرئيس. واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر ورئيس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. اختطاف الشاب السوري أحمد العزب في تعنيل والفدية 1.5 مليون دولار. أقدم مجهولون على خطف السوري أحمد العزب 23 عاما من داخل سيارته نوع بيجو بيضاء اللون على طريق عام تعنايل، واتصل الخاطفون بوالد أحمد من رقم غير لبناني وأبلغوه أن ابنه أصبح في سوريا، طالبين منه فدية قدرها 1.5 مليون دولار وإلا سيتعرض للقتل. عمي مصاري ما معي وبشكي أمري إلى الله، في غير هيك ما في، شو بدك تساوي ساوي، والله لو معي مصاري لعطيك، يشهد الله. هذا وتعمل القوى الأمنية لمعرفة هوية الخاطف. سوريا لم تخرج أي خيار من الحساب، وسفيرها في لبنان علي عبد الكريم علي يؤكد استمرار دمشق في العمل على حل سياسي وعلى مكافحة الإرهاب. بمعنويات عالية خرج السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعد لقائه الرئيس سليم الحص ليكرر أكثر من مرة عبارة أن سوريا مطمئنة إلى أنها الرابح الأكبر وأن الخاسر الأكبر هو محور الشر. السفير السوري لم يشأ الغوص في الاقتراح الروسي تاركا تداعياته تتفاعل أكثر، ولكنه اكتفى بالقول إن هذا المقترح هو بمثابة بحث عن مخرج للحرج الذي أوقعت الإدارة الأمريكية نفسها فيه. نحن لم نخرج أي خيار من الحساب، وسوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب والجيش يحقق كل يوم تقدما وانتصارا في السيطرة على المناطق التي كان الإرهابيون يعني يقومون بالجرائم فيها. نحن في خطين،
في العمل على حل سياسي ويلتقي فيه السوريون على إيجاد مخارج من هذه الأزمة، وفي الخط الآخر هو مكافحة الإرهاب. وأكد السفير علي أن بلاده لا تستهين بما يقوم ويخطط له الطرف الآخر، مشيرا إلى أن الشعب السوري هو اليوم في أعلى درجات ثقته بنفسه والتفافه حول انتصارات جيشه بعد أكثر من عامين ونصف العام في حرب يشارك فيها كل قوى الشر. الرئيس إيميل لحود يشدد على ضرورة التصدي لمحاولة إفشال المبادرة الروسية. رأى الرئيس إيميل لحود أن المبادرة الروسية التي وافقت عليها سوريا هي مبادرة مسؤولة ومحرجة فئان، لكونها سوف تفضح النيات الحقيقية من وراء مشروع العدوان، وهو البحث عن مصلحة العدو الإسرائيلي. لحود وأمام زواره دعا إلى التصدي لأي محاولة إفشال لهذه المبادرة التي قبلها الرئيس الأسد، معتبرا أن وضع السلاح الكيميائي في مأمن عن العصابات الإرهابية التي تفتك بشعب سوريا ومقدساتها هو الأساس الذي تبنى عليه كل الأمال في عودة السلام والاستقرار إلى سوريا. محاضرة في عكار عن خطر السلاح الكيميائي وسبل الوقاية. نظم مركز اليوسف الاستشفائي في حلب محاضرة عن خطر السلاح الكيميائي وطرق مكافحته، حضرها عدد من الأطباء والممرضين ومهتمين. الدكتور عمر عياش اختصاصي في إدارة مكافحة الكوارث تحدث عن سبل الوقاية. الضربة في أشياء عادية قايمة بس على وقاية عادية، شوية كفوف أحيانا عادية بتكفي، ماسك ممكن قناع يكفي، وفي بعض الأدوية منها مادة الأتروبين يلي كتار من الأطباء والممرضين بيعرفوها وسعرها مش كتير غالي، هيدي ممكن تفيد بمعظم أنواعهم. هلا هو في عدة أنواع من الغازات الكيماوية السامة، نحن حنحاول نضوي على يلي ممكن استعمالها يكون أكثر من غيره بهالمنطقة هون. إذا كان كنا بالهواء الطلق محل مصار الكاسر ومحل مصار التعرض الأول للمواد السامة، دغري نحن لازم نفوت على أي مبنى قدامنا، قاعة أو مدخل بناية أو أي محل، نفوت عليه دغري ونسكر البواب ونكون متأكدين إنه ما في تسرب لهالغازات تطلع الطوابق العربية. مدير المستشفى دكتور سعود اليوسف أعلن وجود خطة طوارئ في حال تم استخدام الكيميائي. هذا الإعلان مواجهة برلمانية بالرصاص. أطلق نائب أردني النار على زميل له خلال انعقاد جلسة للبرلمان، وقال مصدر برلماني إن النائب طلال الشريف عضو اللجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الأردني قد أطلق النار على النائب قصي دميسي عضو اللجنة الإدارية دون أن يتمكن من إصابته، ولم يشر المصدر إلى أسباب إقدام النائب على إطلاق النار على زميله تحت قبة البرلمان. وكان البرلمان الأردني قد شهد أخيرا مشاجرة بين النائبين يحيى سعود وقصي الدميسي تراشق فيها الطرفان بالأحذية. الصحافة سمعت والمواقع الإلكترونية الآن نازل وتم إطلاق عيارات نارية في مجلس الشعب. كان في النشرة خارجية روسيا تعلن أن صور مجزرة الكيميائي مفبركة. ومجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل التصويت على الضربة. هل من المجلس الإسلامي الشيعي نريد أن نستنفذ الجهود الدبلوماسية؟ مليون ونصف مليون دولار فدية سوري خطف من تعنايل. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.